طيب في بقى حاجه حلوه جدا وايجابيه امبارح اتنشرت على السوشيال ميديا. النجم البرتغالي لويس فيجو عبر حسابه على تويتر حط صوره برفقه بقى مين؟ عندك فرناندو هيرو، ميشيل سالجادو، روبرتو كارلوس، نجوم ريال مدريد السابقين، كان امام نيل القاهره في احد الفنادق يعني، وكمان زاروا الاهرامات. خليني اقول لحضراتكم حاجه جميله جدا، ان نجوم عالميين ينشروا صورهم اكيد وعن مصر ووسط كمان معالمها الجميله، وبيوضح قد ايه احنا بنتكلم هنا اهميه بقى الرياضه مع السياحه. صحيح. يعني بص، لما احنا دايما كنا نقعد نقول يا جماعه انت عشان تعمل ترويج لاي حاجه انت مش محتاج اصلا تصرف كتير، انت محتاج بس تجيب الاشخاص الصح تحطهم عندنا وهم يعملوا ترويج، لان احنا اوريدي عندنا المنتج. يعني مصر عندها المنتج، مصر في دول يا كريم بتروح تصنع تاريخ، تصنع تماثيل، تصنع اماكن سياحيه، احنا عندنا كل ده موجود في محافظاتنا المختلفه. فكل اللي احنا علينا بس ان احنا نوري العالم للي طبعا ما يعرفش يعني، واعتقد العالم كله عارف، بس ان انت بتروج السياحه عن طريق شخصيات رياضيه زي كده او شخصيات معروفه. وكمان عايز اقول لك على حاجه، هم اللي جم من نفسهم، هم اللي حطوا الصوره من نفسهم، يعني حاجه جميله. انت كمان انت شايف طبعا هم لابسين تيشيرتات صيفي، فده بياكد كمان ان مصر جواها جميل جدا. العالم كله، خليني اقول مش العالم كله يعني، الدول اللي هي مش عكسنا، لان في دول زي البرازيل وغيره دلوقتي ده الصيف بتاعهم، بس الدول الباقيه يعني اللي زينا المفروض عندهم دلوقتي شتاء قارس. فانت بتتكلم ان هم جايين في مصر في الجو الجميل، في المناظر السياحيه الجميله دي، فانا كمصريه ابقى سعيده جدا ان اشوف حاجه زي كده. طبعا حاجه جميله، بس ارجع اقول لك يعني يا خساره، عارفه التوقيت، بس لو الصور دي كانت مثلا ظهرت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في غير اجواء كوفيد، كان هيبقى لها انعكاسات وقتيه. طب يعني اقول لك بقى، ده العكس صحيح، الافات جايين. والله العكس صحيح. إيه اللي بيحصل؟ اقول لك ليه؟ لما العالم كله يبقى في لوك داون، العالم كله دلوقتي كله قافل على نفسه، دول كتيره وفي اوروبا طبعا. تمام. ما نيجي احنا نتكلم ان الشخصيات دي ميجوا العالم بقى يشوف ايه ده، هو لويس فيجو الرياضي العالمي جاي بيروح مصر، هو مش خايف؟ لا مش خايف، وبيتصور وراح هنا وراح هنا وراح هنا. بالعكس، ده انت كده عملت ترويج للسياحه احسن 100 مره من وقت عادي. لان احنا بنتكلم على شريان مهم جدا لمصدر، يعني مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي. ناهيكي بقى ان في الملايين من المصريين بيشتغلوا سواء بشكل مباشر او غير مباشر في عالم السياحه، في دنيا السياحه، والناس دي كمان فرهدت جامد الفتره اللي فاتت. فيعني نتمنى تعافي كامل للسياحه ان شاء الله طبعا بعد التخلص من كوفيد. ان شاء الله 2021 تكون سنه خير على الجميع باذن الله، جميع القطاعات وعلى النادي الاهلي. يا رب يا رب.